الفقرة الأسبوعية لدينا اليوم الأحد، كل أحد تتابعون الملعب زمان، نعود فيه بالذاكرة إلى الزمن الجميل بالتأكيد، وكما سمعت الاستراحة في الزمن الجميل، نستريح سويا في زمن جميل. هذا اليوم نتوقف مع اللاعب الجميل أيضا قائد المنتخب السعودي، قائد الهلال السعودي صالح النعيمة، نتذكر وياكم هذا اللاعب. تابع بيرفع صالح كرة حلوة ويبت ابن بقوة جول جول هدف هدف التعادل في الدقيقة 6. كرة حلوة كرة حلوة وجميلة وبيجي منها هدف التعادل. صالح 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 النهيمة صالح النهيمة عدت من ماجد ودخل صالح بقدمه اليسرى وحط هدف التعادل في الدقيقة. الحكم الياباني سانو بيصفر وتقدم صالح وحط هدف، سجل هدف الأول صالح النعيمة. شوف الضربة الثانية، ده صالح نعيمة حطها على يسار خالد الشريف. نعيد المخرج بعيدة ثاني على يسار داخل صالح نعيمة. يلا بصلوح الله معاك داخل صالح وبيسجل الهدف الثاني لصالح. برافو يا صالح. ومتابعة دقيقة باخ شوين حيلعب بيلعب في المرمى وبتنط ويا للمرمى بالجول. صالح النعيمة شال حسن وشال الشبكة وشال الدنيا وطلع هدف 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 جميل. صالح النعيمة يلا يا بسطوح. سهير صابل سهير هو اللي يشوف صالح. يلا يا صالح يلا يا صالح وبيحط صالح بيحط الهدف الاولاني لمنتخبنا صالح النعيمة. برضه لسه ما لعبت الكوره والحكم يقول للعيبه اطلعوا برا القوس. وادي صالح النعيمة ويلعبها قويه ويسجل هدف ثالث للهلال وتصبح النتيجة 3-1 3-1. احنا كنا نتمنى نشوف هدف اليوم، ورونا اللعيبة 4 أهداف. ضربة حرة مباشرة على المرمى من حيلعب الخطأ. شايف يوسف جاجع، يوسف رجله قوية ممكن هو اللي حينفذ يلعبها ناحية المرمى جول. هدف جميل صالح النعيمة يعيد هدف القادسية. صالح النعيمة وفعلا صالح النعيمة بشوط الأخير كما يتشرف الآن أفراد فريق نادي الهلال بالسلام على نائب خادم الحرمين الشريفين ويتسلمون كأس خادم الحرمين الشريفين والميداليات الذهبية. ألف مبروك لنادي الهلال. أكثر من لازم وصالح النعيمة لا شك أنكم أيضا مثلي ربما أكثر. صالح النعيمة صالح صالح جول الله حلو يا صالح يا نعيمة حلو يا كابتن يا بطل. شوف يا حلاوة عليه شوف 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 هناك وين 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 ما يصيدها ان شاء الله. الضربه الثانيه الى خارج الملعب او في دفعيه ان شاء الله.
المرور وعلى سلامة الناس. وهذا كابتن صالح نعيمة للمرة الثانية صالح نعيمة هذا البطل الكابتن القائد الفريق. شوف صالح نعيمة يرفع الكاس مرة ثانية وقد شاهدنا صورته وفي الختيب الأساسي لهذه البطولة وهو يقبل هذا الكاس وهذه المرة الثانية وعناق طيب ومشاعر طيبة يتبادلها صالح نعيمة كابتن الفريق مع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد وهذا ماجد عبد الله الأسمراني.